تاني قصه انتخابيه بحت. قصه انتخابيه؟ اه بحت. طب انت وجهه نظرك اللي يكون في الزمالك وراح لعب في الاهلي دي مشكله ولا ده طب عادي طبيعي؟ لا حسب الشخص نفسه. ما في ناس كتير جدا راحت من الزمالك للاهلي وما عملتش نجاح. يعني 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 نعد من اول رضا عبعال، معتز اينو، كابتن طارق السعيد. طارق ما عملش نجاح؟ ما عملش، ما حققش النجاح الكبير اللي حققه في نادي الزمالك. لا طب نشوفه بقى. نشوف كابتن طارق. صباح الفل. صباح الفل، اخبارك يا استاذ سيف وكابتن سيف وفاروق؟ حبيبي يا نجم، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن، بمناسبه يعني شهر رمضان. على كل اسرتكم يا رب، ويا رب على بلدنا الجميله ان شاء الله، ويا رب الايام الجايه تكون افضل. وحشنا رؤى. ازيك يا رؤى، اخبارك؟ وحشنا حبيبي. انت موافق على الكلام ده ان انت ما حققتش نجاح في الاهلي؟ لا يعني هي القصه يمكن اختلف مع طارق. انت لما اصل النجاح بيتقال، عمرنا ما اختلفنا. انا بقولش ان انت ما حققتش نجاح، بس لا انت مش نفس الحق. لا هو عشان الفتره، طارق بيتكلم عشان الفتره اللي انا لعبتها في نادي الزمالك كانت اكبر طبعا بكثير. يعني نجاحك في الزمالك كان اكتر؟ اكتر في نادي الزمالك، لكن هي على قياس الفتره الصغيره اللي الواحد لعب فيها، يبقى اكيد كان في نجاح الحمد لله والشكر لله. لكن نجاحك في الزمالك كان اكتر؟ اكيد طبعا. لا نادي الزمالك هو كان كل حاجه بالنسبه لطارق يعني. يمكن كابتن طارق عارف احنا من واحنا صغيرين في نادي الزمالك قاعدين نايمين واكلين شاربين ما بنتحركش من النادي. انا كمان كنت واحد مغترب، كنت بنام في سكن اللعيبه في النادي، فبالنسبه لنا ما كانش نادي بنروح ونقعد شويه ونروح. لا ده كنا ايه اللي وداك الاهلي يا كابتن؟ لا هو النادي كان نادي الزمالك ساعتها، وكابتن طارق طلع اتكلم، وكابتن حازم وكل الناس طلعت اتكلمت في الموضوع، وانا اتكلمت. النادي ساعتها ما كانش عاوزني، وقالوا ان طارق خلاص التجديد بالنسبه لنا مش عايزينه. ولما عرفوا، عشان بس في بعض الناس بتطلع تقول ده احنا جبناه والمستشار مرتضى جه في البيت عنده والقصص دي كلها، لما عرفوا ان انا مضيت للنادي الاهلي بدا يبقى في تفاوض يعني. لكن الامور خلاص انتهت خلاص بالنهايه. انا مضيت في شهر اخر خمسه يعني، وكان المفروض امضي قبلها بست شهور اقل حاجه. مضيت بارقام كويسه في الاهلي، ولا لما رحت وانت الزمالك مستغني عنك ما كانش فيه الصراع ان انت تاخد الارقام اللي انت عايزها؟ خط بقى كابتن طارق معانا. طيب نحاول نجيبه تاني. طب يعني انت قعدت يعني اول مره، يعني كلامي صح ان هو اقدر اقول لك ان كلامي غلط. تاني مره قعدت مع مين؟ تاني مره مع كابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي. الله يرحمه طبعا كابتن ثابت وكابتن اكرامي، ربنا يديله الصحه. حبيت الكابتن اكرامي وبرده ما اتفقناش. الخلاف كان على ايه؟ ما هو الفكره مش الاختلاف، انا مش كنت رايح اقعد وامضي. يعني انت ما كانوا رايحين نفسك زهقان بتروح تقعد معاهم؟ لا يا كابتن ما تدوخنيش يا كابتن. ما هو الفكره كابتن طارق رجع تاني. يا كابتن طارق يا حبيبي يا كابتن، اتفضل. هل ان انت رحت والزمالك مستغني عنك اخدت الارقام اللي انت عايزها، عملت الاوفر اللي انت عايزه، ولا كانت ما كانش عندك اختيارات؟ هي القصه مش قصه اوفر يعني. انا القصه بالنسبه لي لما رحت النادي الاهلي طبعا انا كنت موجوع قوي بصراحه يعني. يمكن طارق كان عارف وكان عايش معايا القصه دي. كنت موجوع قوي يعني جوايا، ازاي بعد ما الواحد لعب الفتره دي كلها من احسن الاجيال الحمد لله مع الزمالك، جبنا بطولات لنادي الزمالك، وفي الاخر ما كانوش عايزين يجددوا لك. ولما عرفوا ان انت خلاص هتروح النادي الاهلي بداوا يتكلموا معاك. قصه مش قصه كده. لكن لما رحت النادي الاهلي، النادي الاهلي كان عنده نظام معين، في فئه اولى وفئه ثانيه بيتعاملوا معاهم وفئه ثالثه. انا اتعاملت زي الفئه الاولى اللي كان فيها بركات وابو تريكه، الناس كلها الاعلى ناس كانت بتاخد. ويمكن كمان كان نسبه كانوا بيعملوا حاجه اسمها نسبه مشاركات، وتاخد نسبه معينه من الفلوس بتاعتك، تاخد 25% بس. فلا النسبه بالنسبه لي كانت اعلى، زي بعض اللعيبه الكبار بالنسبه لي اعلى في البدايه، ونسبه المشاركه كانت اقل. لكن في المجمل القصه برضو ما كانتش ارقام ساعتها، لان الارقام ساعتها ما كانتش كبيره يعني. كان اعلى حاجه كانت ساعتها ابو تريكه وبركات بياخدوا 600,000، واعتقد 600,000 2005 2006 يعني كانت بسم الله الرحمن الرحيم بدايه الارقام، بداوا يقولوا ارقام كويسه. طبعا الارقام دي ما تجيش حاجه دلوقتي يعني. انت ما لحقتش، انت ما لحقتش الارانب الكتير. ما كانت قصه تقدير. كلم يا رؤى. ما لحقتش الارانب الكتير انت. حته الرؤى انت لحقت واحد انت في الاتصالات بتاع الرؤى، حته ارنب ولا المزرعه ما لحقناهاش يا رؤى.
انا بقول لك ايه يا كابتن، كابتن طارق. لا انا بطلت بقى بالنبي بلاش، بقول لك اسمعني بالنبي بلاش، اسمعني بقول لك والنبي. انا بقول له انت ما لحقتش اي حاجه من الارانب؟ قال لي ولا حتى ورك. يعني قال لي هو الروى مش محتاج الارانب، الله اكبر يعني يا روى. انا لسه بقول له العمارات كتير والاراضي كتير حبيبك انا يا روى، بلاش انا الله يخليك. حبيبك الروى، ربنا يبارك لك ويزيدك يا حبيبي. حبيبي يا رجل، ربنا يديك الصحه يا كابتن ان شاء الله، وترجع بالسلامه ان شاء الله. حبيبي اجي لك الامارات امتى؟ يلا ادعوا لي بس ارجع ان شاء الله. اجي لك امتى انا؟ ان شاء الله هترجع وترجع تروح تاني وتنور على راسنا كابتن. حبيبي يا نجم، الدنيا هتمشي ان شاء الله، نطمن عليك. يلا طيبين. انت طيب يا كابتن؟ طيب. كابتن طارق السعيد، واحد من نجوم الاهلي والزمالك السابقين.